اولى اعدادي حبايبي، هبدأ النهارده معاكم الامتحان ال 15 وال 16 من امتحانات المحافظات. طبعا انا حليت الليسننج لاني يعني المره دي بس كده من نفسكم، لكن طبعا بعد كده هبدأ ان انا احل معاكم، بس انا قلت اريحكم مني شويه بدل ما تقعدوا تسمعوني وتقروا الهري ده. يلا بينا على المحادثه، والمحادثه ما بين رنا وصاحبتها مايا. فبتقول لها ايه، وطبعا بيتكلموا على الطعام على الفود. بتقول لها ايه، تقول لها وات از يور فيفورت فود، ايه هي الطعام بتاعك او هي وجباتك الاكل المفضل بتاعك ايه. فقالت لها اتس نوت، فما اعرفش بصراحه هي عايزه ايه. بس خد بالك انه الكلام، بص يا جماعه انا بقرا المحادثه بالكاء، هي كلمه ايه كشري، انا قريت كل ده بسرعه لقيتها بتتكلم على ايه، على الكشري. ده مين ده؟ مايا. يبقى اتس كشري، بحب الكشري. طبعا خد بالك ان مايا هتقول لها فانتاستيك وات ار اتس انجريدينتس، انا جبت منين كلمه انجريدينتس؟ ما هتقول لها اصلها توميتو بوتيتو باستا، يبقى ايه انجريدينتس اللي هي المكونات. ان جريد انس، تمام. في هنا كلمه وبعدين نوميت توميتوز وان باستا. في هنا ممكن نقول سباجيتي او ماشي، سباجيتي اللي هي المكرونه. It's not. Yes. Kosheri is very delicious. يبقى it's ايه؟ delicious، عشان هي قالت لها ده لذيذ. قالت لها يا سلام، ما هو فعلا لذيذ. What else do you like؟ بتحبي ايه كمان؟ قالت لها I enjoy not fish. enjoy دي من الافعال اللي هي بتاعت الحس والشعور، زي like و hate و love، وبيجي بعدها الفعل زائد I enjoy. I enjoy eating fish. انا بحب اكل الايه؟ السمك. Many tourists، كل سياح كتير يعني، come to Egypt from all over the world. Of them، some of them come by ship، في ناس منهم بتيجي، كلهم بيجوا من أنحاء العالم، كل السياح، في منهم بيجوا بالشيب بالسفينة. But most of them، بس ناس كتير منهم come by plane، في ناس كتير بالبلين يعني بالطيارة. Egypt is a popular place، يعني مصر مكان مشهور. for a holiday يعني مكان مشهور لك، المكان الاجازات يعني. in Egypt tourists، في مصر السياح can visit many exciting places، يقدروا يزوروا اماكن سياحية كتير. and do many interesting things، ويقدروا يعملوا حاجات شيقة. in Alexandria and Hurghada، في اسكندرية وفي الغردقة. they can enjoy beaches، يقدروا يستمتعوا بالبيتشز and delicious food، والطعام اللذيذ. in Giza، في Giza they like to visit the pyramids، بيحبوا يزوروا الأهرامات. there هناك يعني. they ride camels and enjoy taking photos، يركبوا الجمل ويستمتعوا بأخذان الصور. in old Cairo، في مصر القديمة. they visit many historic places، بيزوروا أماكن تاريخية كتير. the most famous place، المكان المشهور قوي in old Cairo is خان الخليلي، أكتر مكان فعلا مشهور في القاهرة هو خان الخليلي. it's famous for its markets and bazaars، مشهور بالماركتس اللي هي الأسواق والبازارات. they go to Luxor and Aswan، بروح كمان لوكسور وأسوان to enjoy the Haidam، عشان يتفرجوا على السد العالي and the ancient temples والمعابد القديمة. they always say that، دايما هما بيقولوا إن مصر is a safe country، مصر بلد آمن. what can tourists enjoy in Hurghada؟ التوريستس بيستمتعوا بإيه في الرجالة؟ طبعا بيتشز اللي هو الشواطئ and delicious food. بيتشز and delicious food، هتقول لي دايفنج وكلام ده، والله انا عايز اقول لك كده يا ابني، بس اعمل ايه، هو اللي قال كده، هو اللي كاتب كده. بيتشز and delicious food give suitable، ده السؤال المنتظر اللي احنا بنبقى مستنيينه كل مرة. هقول لك tourists in Egypt، يعني السياح في مصر. tourists دايما يا باشا لما تكتب عنوان، تحاول تكتب عنوان من قلب الايه الكلمات. انت كلمة تورستس يعني السياح. enjoy in Egypt يعني بيستمتعوا بايه في مصر. how do most tourists، ازاي معظم الناس بيجوا لمصر يعني، بيقول لها ايه وسيلة المواصلات. تكتب باي وتعيش، باي بلين بالطيارة، ship السفينة، or
بايب لين اور شيب، معلش انا كتبت اور في اللي في العراء، المفروض اور تبقى هنا في النص، سوري. بايب لين اور شيب، ذا وورد ذي، الكلمه اللي هي اسمها ذي دي بتشير لايه؟ ريفيرز تو، اصحى معايا، طبعا ريفيرز مش ريفير، المهم بتشير طبعا السياح تورستس وفي غيرهم حبايبي اللي رايحين جايين معانا. ذا وورد انشنت، كلمه انشنت يعني فيري اولد، يعني حاجه بص عفنت من كتر القدمان بتاعي. ايجيبت از او ان سيف كونتري، هو لسه قايل لك اخر جمله قالها، قال لك ان مصر بلد امن. اللي بعده، ذا نقط فور ميكينج بيتزا واز ايزي، الريسايب يعني ايه؟ يعني الريسايب يا مس اللي هي الوصفه. طب ما في انجريدينتس يا ابني، انجريدينتس دي المكونات يا حبيبي، دايركشنز الاتجاهات يا بابا، كوكي دي كوكي يا حبيبي. محمد صلاح اسم الله عليه is very good at a running او at scoring goals. We went on a boat، ركبنا القارب last week. Boat trip او boat voyage، لا boat voyage. بص يا دنار، way يعني طريق، flight يعني رحلة طيران، voyage رحلة بحرية، تريب رحلة ميدانية. اللي بعده، social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية and science والعلوم are school subjects، مواد دراسية. at break في البريك، أحمد and علي play في البريك، أحمد وعلي هيلعبوا إيه؟ هيلعبوا تشيس، دي الحاجة الوحيدة أنا شايفاها تتلعب في البريك في الأجازة يعني، في سوري في الفسحة. لكن سيلينج إبحار، ماس رياضة، تشيز جبنة، بيعملوها لنا اللي لخبطونا مع التشيس يعني، عالم بزراعة مش عايزة. تو نقط از تو سليب فور ا تايم، ده اللي هي الكامب اللي هي دي التخييم، انما كم دي مشط. وكمان عندك كلايم يتسلق، وكليب ده معروف كليب يعني ايه. بات رايس اند ووتر ان نقط بيفور، ده اللي هي بتحطها قبل ما تعمل الرايس بودينج، بتحطها في السوسبان اللي هو حلة الطهي، بتحط المية والايه والرز. آية is very is not very good at science، آية مش شاطرة في العلوم. So أو because ما احناش عارفين، بس بيقولك she is very good at English، الجملة الأولى عكس الجملة التانية، ده هي شاطرة في العلوم أو بليدة في العلوم بس ممتازة في الإنجليزي. ده أنا مش قلت بس يبقى بط يعني، لكن I not with a dolphin in her gada last summer، انا عمت ماضي swam، عمت مع الايه مع الدولفين. at the moment في اللحظه دي، ايه اللي حصل at the moment ديت يعني في هذه اللحظه. students not to a story listening are listening، ليه are listening؟ لان ده مضارع مستمر. ليه مضارع مستمر؟ عشان خاطر بيقول لك في اللحظه ده هي. يعني وانا بتكلم العيال بيتفرجوا على الايه على القصه او بيسمعوا القصه. it's not my كاميرا، مش الكاميرا بتاعتي. my is new، لا mine is new، m i n e mine. she doesn't have any meat، نفي بناخد معاها any. does she like watching، وشايف كلمة watch حط لها i n g watch اهي وحط i n g. ايه ده بقى ده didn't، لا يا باشا ده جملة أمرية بيجي النفي في المصدر don't. ماي فاميلي ده باراجراف كويس هسيبه لكم في الديسكريبشن على اساس تتابعوا الدنيا ماشيه ازاي. طبعا انا حليت الليسننج برضو بتاع امتحان الستاشر. تامر از اسكينج مازن، تامر بيسال مازن اباوت هيز فيفوريت سبورت، بيساله على الرياضه المفضله بتاعته، فبيقول له دو يو لايك سبورت مازن، تحب الرياضه يا مازن؟ قال له يس اي دو. تمام، فهنا بيقول له وات از يور فيفوريت، بصوا يا شباب ما هو فيفوريت اهي، بصوا في المحادثه ما تحاولش تجيب حاجه من عندك، كله من عندهم. فقال له فوتبول، فقال له خد بالك في نقطه كمان عايز اوضح، ان كلمه واتس يور ما فيش الا فيفوريت اللي ماشيه معاك، هو احنا من سنه اولى ابتدائي وانت بتاخد واتس يور فيفوريت، سبورت وفود وكلر وكل الحاجات في النهايه واتس يور فيفوريت. هاو اوفن دو يو بلاي ات، ازاي كم عدد المرات؟ فاعتقد ان هي توايس، احفظ لي برضو توايس اويك والنبي يا ابني، لان هي ماشيه كده مرتين في الاسبوع. نقط دو يو بلاي ات وذ، وذ دي يعني مع، يبقى انا عايزه كده بني ادم، فعشان بيقولوا انا مع اصحابي فريندز يبقى هو ديت يعني من للعاقل.
فقالوا انا بلعبها مع اصحابي، اي بلاي ويز ماي فريندز. فقالوا هو برضو از يور فيفرت سبورت ستار، يعني نجم ايه الرياضي بتاعك، مين مين النجم البطل بتاعك اللي انت بتحبه؟ طبعا هنقول مو صلاح، والحقيقه احنا ما رناش غيره. ماي نيم از منى اند اي ام 13 ييرز ايه اولد، وعندي 13 سنه. اي ليف ان اسيوط، وعايشه في اسيوط. اي لايك انجلش، واحب الانجليزي. بات لكن ايه اللي حصل يا منى؟ ارت از ماي فيفورت سبجكت، بس الرسم ده لعبتي. اي لايك دروينج اند بينتينج، بحب الرسم والتلوين. اي لايك دروينج، وبحب التلوين. بتحب التلوين ايه بقى يا منى؟ تريز، الاشجار، فارمز، المزارع، اند بيردز. التريز والفارمز اند بيردز، تريز فارمز اند بيردز، الاشجار والمزارع والطيور. ماي فاذر از ا دكتور، وبابايا دكتور. He has got short dark hair، عنده شعر اسود وصغير. And glasses، وعنده نظارة. My mother is a teacher، وامي مدرسة. I have got two sisters، وعندي اختين. And a brother، واخ. In the summer، في الصيف. We all go to Alexandria، كلنا بنروح اسكندرية. I like swimming in the beach او in the sea، انا بحب العوم في البحر. My brother أحمد، وصاحبي أحمد enjoy making sand castle، بيحب يعمل قلاع من الرمال. With my younger sister علا and Sarah. How many people in Mona's family، كم عدد الناس اللي موجودة في عيلة منى؟ They are six، هم ستة، لأن هي عندها أخين سوري أختين، two sisters and a brother، يعني أخين أختين وإيه ولد، وهي كده أربعة، وباباها ومامتها، يبقى كده ست. طب لو طلعناها هي من الموضوع ممكن نقول فايف، خلاها فايف، خلاها فايف عشان احنا مطلعينها هي من القصة، يبقى هما كده ايه فايف، باباها ومامتها واخواتها التلاتة طبعا غيرها. Do you think، هل انت تعتقد ان منى likes nature؟ Yes، طبعا منى بتحب الطبيعة، لان هي بتحب ترسم الاشجار والفارمز والجاردنز والتريز والبيردز. What is the main idea of the passage؟ ايه هي الفكرة الرئيسية للقصة؟ القطعة دي كلها بتلم ايه؟ بتشير لايه؟ منى's حياة، دي possessive اس يا جماعة، منى's life and hobbies، وهوايات منى's life hobbies and family، يعني منى وحياتها وهواياتها وأسرتها. The underline word، الكلمة اللي هو بيقولك عليها اللي هي هي طبعا refers to father، بتشيل لبابا. The word enjoys، يستمتع. Has the same meaning of، نفس المعنى. same meaning يعني نفس المعنى، نفس المعنى كلمة enjoy اللي هو like، يحب. enjoy بتساوي like يعني يحب. منى likes drawing، منى بتحب الرسم. رسم الايه؟ رسم النيتشر، نيتشر يعني الطبيعه. منى likes drawing nature، منى بتحب رسم الطبيعه. Don't tell anyone about your personal information، بص كده يعني ما تحكيش حاجه او ما تخبرش اي حد عن معلوماتك، your personal الشخصيه، person شخصي، information معلومات، personal information معلومات شخصيه. on the internet على الانترنت. طب ايه person؟ person يعني شخص. طب و personality شخص اللي هي الجنسيه، بيرسونالي شخصي، وبيرسونال دي صفه، قصدي اسم، انا اسف. انما بيرسونالي حال وصفه، الاثنين بنفس الايه؟ بنفس المعنى. يور مام، امك، اور دادز، وابوك، ماذر، ابو ام بابا او ماما اللي هي جراند ماذر. زير از ا بيوتيفول نوت فروم ذا توب اوف ذا ماونتين، beautiful view يعني منظر طبيعي. طبعا كان يخيم، ريفيو دي رؤية نقدية، وفلات دي الشقة اللي انت عايش فيها يا باشا. I always eat، انا دايما باكل نقط of fruit at lunch time، pieces of fruit يعني قطع من الفاكهة. spices دي توابل اللي جاي منها صفة spicy، و prizes دي جوائز، و prices دي اسعار. A busy person، الشخص المشغول، is always، دايما ايه؟ دايما doing something، دايما بيعمل حاجة، مش اكتر ولا اقل. We should follow
the school rules، دايما لازم نمشي في القواعد المدرسية. حبيبة eats well، حبيبة تاكل كويس. because not is a difficult sport، لأن الجيمنست لعبة، الجيمنستيك لعبة hold أو difficult. جيمنست ده الراجل بتاع الجيمنست نفسه. grandfather has got a wheelchair، جده عنده wheelchair. he cannot walk very well، لأنه هو ما بيعرفش يمشي كويس. دي because، ليه الجملتين ماشيين مع بعض سكر في الحلاوة، مش أي حاجة. there are not people in the market today، في ناس كتير في البيع في الماركت today. بصوا بقى، يا إما أقول too many يا إما أقول too much. لا يا أبلة، too many، نعك يا ابني ركز. too many دي للعدد، كتير جدا للعدد. too much دي كتير بس للكمية. يقولك they not at website for information now. now يعني الآن، يبقى دي مضارع مستمر، يعني اللي هو في am with or are زائد الفعل زائد اي ان جي. وطبعا بما ان دي they هتبقى they are looking، they are looking at a website، يعني هما بينظروا للويب سايت for the information now الآن. Sarah not buy a camera yesterday، yesterday اللي هو أمس، يبقى احنا كده بنتكلم في امبارح، يبقى ماضي، يبقى بدل doesn't هتبقى didn't، ودي نفي الأفعال في الماضي. my sister goes to a girls school، بصوا girls اهي الجامع عادي، girls حط الاس girls والبوسيسيف في حتة تانية خالص مش كده. I have got a brother، انا عندي اخ. he لا ده has name، has name، his name يعني اسمه. we shouldn't eat healthy food، no we should eat healthy food. بالمناسبة يعني كان عيل قال لي يا ميس هي تبقى should دخلها له should، هي تبقى should دخلها له shouldn't، هي تبقى must دخلها له mustn't، هي تبقى must دخلها له، يعني يشيل كده يعني. امين. المهم ان الباراجراف هنزله لك يا ابني في صندوق الوصف، ويلا بينا الامتحانات اللي جايه.